شخصيا اشربها؟ ايه؟ من هي بقى من السهر محمد؟ جبتها ثاني جبتها ثاني لا بس ادي سلمى مشي في جيه وما تمشي ايه تصير عندك خدمه فاحنا الان اطلقنا مبادره انسانيه كون مهنتنا بالاساس مهنه الطب هي مهنه انسانيه فعملنا يوم الاربعاء يوم معاينات مجانيه لكل من يشاء وبالدرجه الاولى طبعا للناس اللي محتاجين لهذا الامر الحمد لله رب العالمين المبادره كانت جيده ولو اننا لسانا مبتدئين بهذا الموضوع صرنا اليوم الاربعاء الثالث عم نشتغل بهالموضوع هذا والحمد لله اليوم كان الوضع احسن وعدد المرضى والاقبال جيد اكثر. الفكره اجت اساسا من يعني كوننا ابناء منبج تواجدنا بالمشافي، تواجدنا احيانا بالصيدليات، تواجدنا في التجمعات الاجتماعيه كوننا احنا شعب عشائري اجتماعي. فدائما بنلاحظ انه المرضى بيشتكوا انه والله انا جبت الدواء من الصيدليه الفلانيه وانا اخذت الدواء من الصيدليه الفلانيه وانا اشتريت الدواء الفلاني ما عم استفيد. طب مين كتب لك اياه؟ والله انا كتبته يعني انا قررته من حالي او الصيدلي منحني اياه. طب ليش ما تروح مع الدكتور؟ يعني حسينا انه معظم المرضى يعني بيشتكوا انه خيو انا والله ما عندي معاينه فعلا. فمن هذا المنطلق وطبعا متابعين نحن على الفيسبوك متابعين على التواصل الاجتماعي على شبكات التواصل الاجتماعي نفس الشكوى هي انه ما في امكانيه انه ندفع المعاينه. فالحمد لله رب العالمين يعني قررنا وانطلقنا انه نعمل يوم الاربعاء معاينات مجانيه. الحمد لله صرنا تقريبا مشتغلين ثلاث اسابيع على المشروع هذا. والحمد لله رب العالمين الاقبال جيد. نحن هدفنا من هالفكره يعني تخفيف المعاناه عن الناس اللي بحاجه الامر هذا. عملنا مثل ما حكينا هو عمل انساني ونحن ان شاء الله مستمرين بهالجهود هي. الحمد لله يعني صار في تواصلات من بعض الصيادله من بعض الاطباء يعني عم يسالوا شلون وما شلون يعني حسينا انه في كمان الحمد لله من ناحيه الكادر الطبي كمان في اقبال على هذا الموضوع وعسى ولعل يعني اسبوعين ثلاثه تتكلم عن الامور هاي في صاحب احد المشافي كمان تواصل معي قال لي مشان العمل الجراحي وغيره وغيراته انه ممكن نعمل حسومات ممكن كذا فان شاء الله سبحانه وتعالى يعني احنا هدفنا الاول انه يصير تفاعل من اتجاه المرضى ومن اتجاه الاطباء بشكل عام طبعا حتى الان لسه ما في شيء كون الفكره هي جديده ونسال الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا بهذا العمل ونكون قدمنا شيء لبلدنا منبج الوضع بسوريا عامة والمنبج خاصة معروف، الوضع الاقتصادي صعب، وضع الناس سيء جدا، يعني حاليا السفر صار صعب، حتى ضمن الداخل في صعوبة، إلى الخارج في صعوبة، الحدود مسكرة، فنحاول احنا إن شاء الله بجهودنا وجهود الطيبين إن شاء الله نقدم شيء يعني لهذا البلد، والله يجعله إن شاء الله خالصا لوجهه. أنا عم بتعالج من الدكتور الشيخ مهدي. أي نوع المرض؟ 31